رجع دقلك بعد غياب واختفاء، ايمتين وشو وكيف ترد عليه بالتفاصيل؟ هل علاقة تستاهل فرصة تانية او لا؟ واذا بتستاهل فرصة تانية ايمتين؟ ومن بعد ما ترجعي له لمدة اول شهر عندي لك 10 نصايح كيف تتصرفي معه لحتى الطابة تضلها بملعبك واللعبة انت اللي تديريها، لحتى تخليه يكون مدمن عليك يعشقك وما يسترجع يرجع يخسرك مرة تانية. أهلا وميت سهلا فيكم بحلقة نهار التنين للرد والاستشارات. إذا كانت أول مرة لقلك على هذه القناة ما تنسى تشتركي وتفعلي الجرس لحتى يوصلك مني كل جديد. كل نهار تنين بالرد على الأسئلة والاستشارات، وكل نهار خميس بموضوع أنا وياكم. حلقة اليوم للرد والاستشارات رح تغطي أغلب الأسئلة اللي عم تنسأل عبر الإيميل وعبر الكومنتس بعد ما عملنا فيديو خطة الاختفاء أنا وياكم. كتير منكم عم يسألني إنه أوكي كارول رجع شو أعمل هلأ؟ فقبل ما نبلش بحلقة اليوم خلينا نعمل ريكاب سريع لحتى نتذكر شو كان موضوع خطة الاختفاء باختصار. اللي ما حضره رح حط لكم لينك بالدسكريبشن داون بيلو، وهلأ خلينا نعمل ريكاب نتذكر شو صار بخطة الاختفاء. إذا الرجال تركك أو أنت تركتيه لأنه جبرك تتركيه، شو بدك؟ بدك إياه يرجع إلك خطة الاختفاء، وبدك تتخطيه كمان إلك نفس الخطة مثل السحر. خطة الاختفاء معناتها إنه أنت لا رح تدقي له، لا رح تبعتي له تكست مسجز، لا حتسوقي لعنده، لا حتجربي تصادفيه بالمحل اللي انت بتعرف انه هو موجود فيه. اختفاء تام كأنه انشقت الارض وبلعتك. لقديش وقت؟ مدة 30 يوم على الاقل. سوشيال ميديا بديك تستعمليه لفايدتك. كيف؟ افضل حالة ممكن تعمليها تبعتيهم بالبريد، ما تجربي تحطي له مكتوب تقولي له انا رح اشتاق لك. وهلا بعد ما طبقتي خطة الاختفاء بتفاصيلها، رجع لعندك، بعت لك تكست مسج او دق لك، شو التصرف الصح حاليا انك تعمليه وشو بتردي عليه؟ اول شغله، كيف رجع لعندك؟ يا اما بده يبعث لك تكست مسج يا اما بده يدق لك. اذا بعت لك تكست مسج ما بدي اياك تردي عليه، بدي اياك تضلك ناطره لحد ما يبعث لك مسج ويقول لك امتين وقت منيح دق لك تليفون فيه. ولما هيدا الشيء يصير بدي اياك تعطيه وقت على وقتك انت مش وقته هو. اوكي تمام، بس انا مشغوله هلا، عندي وقت انه تحكيني بكره الظهر او بعد بكره بالليل، اي وقت بيناسبك اكثر. وهلا بحاله انه هو دق لك بالوقت المناسب اللي انت عطيتيه بتردي عليه دغري. اذا رفع عليك تليفون من دون ما يبعث لك تكست مسج، بدي اياك تنطري على القليله ساعتين لمده 24 ساعه ماكسيم. وهلا مرقت الساعتين ل 24 ساعه او دق لك بالوقت اللي انت طلبتيه، بدي اياك تردي عليه على التليفون. ما في برود، في دفى بصوتك وفرندلي مثل كأنك عم تحكي مع صديق بهمك، بس كلمات السويت توك يعني الحبيبي حياتي تقبرني ابدا ما بتقوليها، ما بتدلعي. الو كيفك شو اخبارك؟ بده هو كمان يرد عليك ويحكي معك، بده يبلش احتمال يحكي معك وما يجيب سيرة ولا شيء، احتمال يجيب كيفك شو اخبارك كيف الشغل كيف اهلك. بتعطيه ماكسيموم 3 اسئلة، يعني كيفك الحمد لله بألف خير انت شو اخبارك، بترجعي بترد عليه بتعملي كوبي للاسئله اللي هو عم بيسالك اياها. كيف اهلك الحمد لله بألف خير انت خبرني اهلك كيفهم. شغلك بترد عليه وبتساليه كمان نفس السؤال، انت خبرني شغلك كيف. لماكسيموم 3 اسئله، وبعد ما يخلصوا هدول 3 اسئله بديك تلعبي لعبه الباز. لعبه الباز انه كل شيء انت بدك تجاوبي عليه بدك تنطري ثانيتين قبل ما تجاوبي. هيدي بتعلي الكاريزما تبعيتك، بتعلي الثقه بالنفس، وبنفس الوقت ما بتبين انه انت ما صدقتي كيف دقلك، بدك تكرجي الكلمات كلها. وراها من بعد ما الاسئله الثلاثه يخلصوا بتعملي باز، وبعدين بتقولي له ليش عم بتدق، بطريقه دافيه مش ليش عم بتدق على التليفون عندي، لا ليش عم بتدق. وهون بديك تعملي باز وما تحكي ولا كلمة تانية، اللي بيحكي بعد هاي الجملة هو اللي بيخسر. فاحتمال كبير هو كمان يعمل باز لأنه صدمتيه بسؤالك ليش عم بتدق. يمكن هو احتمال كبير أنه ما يكون متوقع هذا السؤال منك، لأنه أنت الشخص اللي كنت مغرومة فيه وبتحبيه ومش مصدقة كيف يرجع، فما حيتوقع منك هذا السؤال. وما بدنا ننسى بدنا نعمل كل شيء unpredictable اللي هو مش متوقعه منك، لأنه هذا الشيء بالضبط اللي بيخلي الوعي تبعوله يرجع ويشتغل مع اللاوعي لحتى يركز معك ويرجع انتباهه معك وترجع الطابة لملعبك. فأنت سؤالك هون بتنطري لحد ما يجاوبك، شو الأجوبة اللي لازم تسمعيها حتى تعرف إنه هاي العلاقة ممكن تستاهل فرصة تانية؟ خليني أبلش لك بالجواب اللي ما لازم تسمعيه ومش الجواب اللي أنت بدك إياه لحتى تنلعب اللعبة صح.
اذا قال لك كلمه انا بس اشتقت لك مش هيك عم دقلك، هذا جواب مش منيح لك. ليه؟ لانه في شيء اسمه تعود. اذا هو احتمال كبير يكون معود عليك انت، معود على العلاقه الحميمه بينك وبينه اذا كان في علاقه حميمه بينك وبينه، معود على الكومفورت زون ودايره الرياحه تبعيتك. فانت مجرد انه قال لك كلمه اشتقت لك ما بيعني ابدا هذا الحكي انه هو بده يرجع لك، وما بيعني انه اللعبه صارت بملعبك. احتمال كبير يكون بس موضوع انه هو فاميليير معك وعم بدق لك مشان هيك، وهيدي غلطه كبيره اذا كملتي بالحديث معه ورحتي لحتى تشوفيه. بعرف انت من جوا بتكوني مش مصدقه كيف يدق لك وتروحي تشوفيه، بس عملتيها رح تندمي. احتمال كبير انه اول ليله تكون ما في احلى منها، وبالذات اذا كان في علاقه حميمه بالسابق انت وياه، ترجعوا تعملوا هاي العلاقه الحميمه وتكون احلى ليله بحياتك. ليله اثنين ثلاثه، اسبوع اثنين ثلاثه، وبعدين بترجع حليمه لعادتها القديمه، وبترجع اللعبه اصعب بكثير ثاني مره ما انت اليوم عليها. فما تغلطي هاي الغلطه، كلمه اشتقت لك ما بتجيبك لمحل. اللي بدك تسمعي منه هو انا حابب نرجع هاي العلاقه ونرجع نجرب من اول وجديد. فاذا قال لك كلمه اشتقت لك كيف ترد عليه؟ بنرجع بنلعب لعبه الثانيتين باوز، ولا كلمه. من بعد ما تنطري هدول الثانيتين بتجاوب عليه، بتقول له انا كمان اشتقت لك بس وبعدين. كلمه البعدين معناتها انه انت يور نوت سيتلينج، مش رح تتقبلي اللعب والليمبو ريليشن شيب. ليمبو ريليشن شيب اللي هو انا لا معلقه ولا مطلقه، مثل ما هو بده بيروح وبيرجع وانا على ذوقه، وهذا الشيء انت ما بدك اياه، ببين قله ثقه بالنفس، وهذا بالضبط اللي انت بدك تفرجيه عكسه. اذا كمل بالجواب معك وقال لك البعدين تبعيتك، قال لك ولا شيء بس عم دق اطمن عليك ومشتاق لك، تسكتي. بعدين الرد تبعولك بيكون اجاني تليفون تاني كتير انبسطت اطمنت عليك يلا مع السلامه، وبتسكر التليفون باي طريقه كانت تكون لحد ما تسمع الجواب اللي انت بدك تسمعيه، واللي هو بدي هاي العلاقه نرجع نجرب انا وياك نصلحها، انا مشتاق لك وبدي ارجع انا وياك، بدي شوفك لحتى نحكي بموضوع علاقتنا انا وياك. هدول اجوبه اللي بدك تسمعيهم منه لحتى تكون اللعبه صحيحه وتضلها بملعبك. وراها قال لك انا بدي ارجع انا وياك، شو السؤال اللي بدك تساليه؟ مش اوكي يلا تعال نرجع انا وياك، لا، بدك ترجعي تعملي المنتل تشالنج. شو المنتل تشالنج؟ تحدي ذهني. شوفي الرجال وين بتلاقيه اكثر شيء بيعلق؟ بيحضر فوتبول، بيحضر سباق سيارات، بيحضر باسكت بول، بيحضر سباق خيل. هاي الشغلات فيها تحدي، فيها انه انا مش عارف شو بده يصير، بتعمل لهم ادرينالين، بتطلع عندهم الادرينالين اللي بتحطهم بمحل هن بحبوه. بحبوا المنتل تشالنج، التحدي الذهني اللي اوكي وصلت اللقمه على التم بس عم بخسرها ولا رح اربحها، وهذا بالضبط اللي انت بدك اياه. فبدك تضلك ماشي باللعبه مزبوط، وقد ما كانت صعبه عليك لعبيها صح لحتى بالاخير انت اللي تكسبي. فالسؤال الاول اللي بيجي ورا كلمه انه هو بده يرجع، بدك تساليه ليش بدك ترجع؟ ليش بدك ترجع بالنبره تكون فريندلي وورم فيها دفى. الجواب تبعوله مش لازم يكون لاني مشتاق لك، لازم الجواب تبعوله يكون لانه انا حياتي كانت احلى بكتير معك، لانه انت كنت زايده على حياتي، لانه انا وياك ممكن نصبط مع بعض، وانا حسيت انه يمكن ما اعطيت العلاقه فرصه بما فيه الكفايه. وهون بيجي السؤال رقم اثنين، ليش برايك لازم انا كونسيدر انه انا وياك نرجع مع بعض؟ والسؤال الثالث، ليش غيرت رايك؟ هاي الاسئله لما انت عم تساليها عم تبيني له انه انت مثل كانه عم تعملي له تحقيق، بس مش بطريقه نبره التحقيق، بطريقه كثير دافيه، بس بنفس الوقت لحتى تعرفي انه هل هو اوكي ترجعي له او لا. فهون انت شلت السجاده من تحته، لانه هو مفكر بتليفونه انه انت رح تركدي وما تصدقي كيف ترجعي له. فهون انت عملتي له التحدي الذهني، بدوج حيبطل يعرف يتصرف. ليه؟ لانه هو معود عليك انه انت مغرومه فيه ومش مصدقه كيف يرجع لك. هون صار تفكيره عم بيروح شمال يمين. ليه؟ لانه صار بالنسبه له احتمال كبير تكون انت تعرفتي على حدا ثاني، انت تخطيتيه اكيد بالاسئله اللي انت عم تسالي اياها، انت تخطيتيه. حتى لو انت ما تخطيتيه بدنا نمثل انك انت تخطيتيه، هيدا الشيء بخليه ما يعرف يصدق كيف يرجع يصطادك. الرجال صياد، وكل ما اشتغل عليك اكثر كل ما عرف قيمتك اكثر. وهلا هل هالعلاقه بتستاهل انه انت وياه ترجعوا مع بعض او لا؟ اول شغله بدي اطلبها منك، ما بدي اياكي تاخدي راي كل حدا حواليك من اصحابك ومن اهلك اللي انت كنت عم تقليهم الاشياء البشعه بس، لانه باغلب الاوقات اللي بيصير معك انه انت بتروحي بتفشي خلقك بالاشياء البشعه مش بالاشياء الحلوه. فلما تيجي لعند حدا تقلي له انا بدي ارجع انا وياه،
كله بنط عليك بيقول لك انت ما بيستاهلك، ما ترجعي له، ما تجربي ترجعي له. وانت كل اللي بيكون عم بيصير انه هن ما بيعرفوا غير الجهه اللي مش حلوه من العلاقه. فبدي اياك اذا حكيتي مع حدا تحكي مع حدا ما يكون بايس لك. بايس لك يعني دائما بصفك انت، حدا ثيرد بارتي يعني حدا من برا، تالتكم لا معك ولا معه. اذا بدك تاخدي راي حدا، واذا ما بدك تاخدي راي حدا خدي راي انت حالك. هلا لحتى تعرفي تاخدي هي قرار، اول شغله بدي اياها منك انه مشاعرك تكون مش متصله ابدا بقرارك. قد ما كان الموضوع صعب لازم ضروري تكوني بلشتي تتخطي بينك وبين حالك الفتره اللي مرقت. اذا انت ما تخطيتي خدي وقت بعد اكثر لحتى ترد عليه. ليش؟ لانه لما ايموشنز تبعيتك، المشاعر تبعيتك تكون متصله وانت تكوني عم تتصرفي على اساسها، بتكوني معلقه بالسيتويشن اللي انت، بالموقف اللي انت موجوده فيه وما حتعرفي تتصرفي لكتير اسباب. اول سبب الكونفيوجن تبعيتك، الحيره تبعيتك بتخلق كياس خراب، وبتخلق كمان انسيكوريتي، نقص عندك. هيدا الشيء بيودي انه انت لما تبلشي بالعلاقه اللعبه تقلب ضدك مش معك. لو قد ما جربتي احتمال كبير انه يكون هذا الشخص فعليا بيستاهل فرصه تانية، بس انت خايفاني ترجعي تنجرحي من اول وجديد. وانا كتير من العالم اللي بامن انه الاشخاص الصح بتفوت على حياتك بالوقت الغلط، فاحتمال كبير انه يكون الوقت اللي مضى انت وياه يكون توقيته غلط، وهلا احتمال كبير يكون توقيت صح. فعادي اسالي حالك هاي الاسئله، من شو خايفه؟ شو حاسه؟ هل هيدا الشخص كان عاطيني سعاده بحياتي او بس كان عاطيك حصر وقهر؟ هل انت كنت احلامك عم تتحقق معه اللي بعيده عنه؟ الاشياء اللي انت بالنسبه لك بتحبي تشوفي حالك فيها، هل بتشوفي حالك فيها معه هو؟ هل هو بيطلع منك او بينزل منك؟ وما فيك ابدا تعملي سكيب وتقفي موضوع انك انت تشفي، تعملي الجريفينج. الجريفينج تبعه لك انك انت تبكي وتحصري وتتضايقي، الحزن هذا كلياته بدك تحسي فيه، بدك تقطعي قبل ما تجربي ترجعي انت وياه. اذا ما قطعتي بمرحله الجريفينج وخلصت منها، كل اللي بيصير انه انت بتكوني عم ترجعي لواحد من الاسباب انه انت معلقه فيه كثير، وهذا سبب كثير غلط. عندك سبب ثاني اللي هو الوحده تبعيتك، عندك سبب ثالث اللي هو تعودك عليه، الهوس تبعولك انه انت معلقه فيه وانت ما بتعرفي اصلا انه هدول هرموناتك اللي عم بيعملوا فيك هيك. فبليز بديكي اول شغله تعمليها تمرقي بالجريفينج بروسس تبعوه، وهلا انت جاهزه وانت تخطيتي موضوع الوجع تبعولك، عم بتفكري بعقلاتك قبل ما تفكري بمشاعرك، وبدك ترجعي الطابه لملعبك وترجعي هذا الشخص نفسه لانه لقيتيه بيستاهل فرصه ثانيه، بس بدك ترجعيه بطريقه انه ما يرجع يسترجع يستغنى عنك. بعشر نصايح بدنا نبلشهم انا وياك على ما بعض تتعاملي معه فيهم باول شهر الرجعه انت وياه. بديك تتعاملي معه مثل كانه العلاقه جديده، وبديك تكوني صريحه تماما معه تقولي له نحن ببروبيشن بيريد. شو يعني بروبيشن بيريد؟ تجربه لمده على القليله شهر لحتى نعرف اذا هاي العلاقه رح تعرف تكمل او لا، لانه نحن جربناها من قبل وما زبطت، فخلينا نعطي حالنا هذا الوقت لحتى نعرف انه هالعلاقه ممكن توصل لمحل او لا. بتمنى انه تكون انت عم تفهمني بهذا الشيء، ومؤكده انه هذا لصالحي انا وصالحك انت كمان. هذا الشيء شو بيعمل؟ بحطك بمحل انه انت جديه كثير بموضوع انه انت ما اخذتي قرار تام انه انت ترجعي انت وياه. هذا الشيء بحطه بمحل انه يبلش يشتغل على العلاقه من اول وجديد، يشتغل انه يربحك، وكل ما اشتغل اكثر كل ما خليكي اكثر، لانه كل ما حط انفستمنت فيك اكثر كل ما خاف انه يخسر الانفستمنت اللي عمله، الانفستمنت بوقته بالطاقه تبعيته اللي هو انه يجرب يراجعك. فانت البروبيشن هاي بيريد بيرفكتلي لمصلحتك، ما تجربي تبعدي عنا وتقولي معلش خلص ما انا كنت بعرفه وكنت انا وياه تمام فخلينا نرجع مثل كانه امبارح تركنا انا وياه. ابدا مش هذا اللي بدي اياك تعملي. فهون خلينا نبلش بعشر نصايح كيف تتعاملي معه باول شهر وتخلي لي اياه على اعصابه لحتى يشتغل بس كيف يكسبك. تعال نبلش مع بعض. برقم واحد، ما بدي اياك انت تو انيشيات انك انت تعملي المجهود انك تدقي له من بعد التليفون هيدا اللي صار بينك وبينه. وبخلال هذا الشهر ما بدي اياك انه اول ما يدق لك دغري تمسك التليفون وترده. انت مشغوله بحياتك، انت عندك شغلات صارت وتغيرت بحياتك مبسوطه فيها، ومنك كل الوقت ماسك التليفون وناطرتيه تدق لك. فاذا دق لك من اربع خمس مرات مره منهم انطري ربع ساعه نص ساعه ارجعي دقي له، ما تردي عليه بسرعه. واذا انت دقيتي له اكثر من مره ما بتدقي،
هيدي ريجاردلس باول علاقه وباخرها، هذا الشيء بحطك بمحل انه هو يعرف انه اذا انت دقيتي مره ما حترجعي تدقي تاني. زوجك عشو عوتيه وابنك عشو ربيتيه، عوديه صح. رقم 2، انت يور نوت اولويز افيلبل، انت منك دائما جاهزه انك تروحي تشوفيه. احتمال يحكيك ويقول لك اوكي شو رايك اطلع انا وياك الليله، سوري بعتذر، شوف انت الطريقه اللي انت عن جد يا الله شو متاسفه، بس انا والله عملت مشروع مع البنات ما فيني الغي. معقوله انه انت مش مشتاقتي لي ما بدك تلغي اصحابك كرمالي؟ لا مش هيك قصدي اكيد، بس انا اوريدي عملت المشروع، بعتذر منك، شو رايك عندي بكره وعندي نهار الجمعه، اي نهار بناسبك اكثر. دايما اعملي البلان الاوبشن اي او بي، هاي تكنيك بالسيلز بالبيع بتوصلك محل ما بدك. ودايما لما بدك تعطي يومين تعطي الاوبشن تبع يومين، اعطي نهار واحد ويكند ونهار تاني بارض الاسبوع، ما تجربي تعطيه يومين ويكند. ليه؟ لانه الايام الويكند هن الايام اللي انت عاده بتظهري بتنبسطي فيهم، ما بدك تفرجيه انه انت ما عم تظهري تنبسطي والويكند عندك فاضي تماما ويور افيلبل، يلا انت بتحكيني لحتى اطلع انا وياك. لا، وحتى لو ما عندك ولا بلان ما تغلطي. رقم 3، انك ما تجربي تبهريه بولا اي شيء. يعني احتمال كبير تكوني انت عم تفكري يا الله بحب هالطبخه كثير، ما انا بعرف انه بحبها، رجعت انا وياه بدي اعمله هالطبخه. لا، بدك ترجعي كانك بلشت من الصفر. لحتى انت تعملي هاي الطبخه ولا انت تفرجي الرجال قديش هو مهم عندك وتدلعيه بطبخه تعملي له اياها، لازم يكون بيستاهلها، لازم يكون شخص انت قررتي انه هذا الشخص اللي بدك تكملي معه حياتك. وحاليا نحن بلعبه انه انت مش مقرره انك تكملي معه حياتك، فما بتجربي تبهريه. إذا إجا لعندك وبدك تعملي له أكلة، بتعملي له أكلة أسخف من السخافة، يعني فيك تعملي له باستا، فيك تعملي له بوب كورن، فيك تحطي له مكسرات، هاي الشغلات الصغيرة، لحتى بعدين لما يستاهل ويضلوا يجرب يعطيكي، لحتى أنت ترجعي تعطيه، تبقي بتعطيه اهتمام إنك تعملي له بدل الطبخة كذا طبخة، بس بأول شهر أبداً هذا الحكي ما بدي إياكي تعمليه. رقم 4، إذا ما رد عليك بسرعة من تليفون او تاخر لحتى يدقلك، حتى لو دقلك بعد اسبوع، بترد عليه نو اتيتيود، ولا اي رده فعل انه انت زعلانه او مضايقه او اصلا انتبهتي على انه هو تاخر هالقد لحتى يدقلك. انت الفتره الماضيه كنت مبسوطه وطاير عقلك ومش فاضيه اصلا تتذكري انه هو ما دقلك. رقم 5، تاخر على ديت انت وياه مع بعض، قال لك بده يجي ياخذك بهذا الوقت وتاخر عليك، ما بتعملي فيها زعلانه وما بتنطري. اكثر وقت بتنطري فيه نص ساعه، بعد النص ساعه ما يخلص نو اتيتود، انت ما زعلتي، سوري بس بصراحه انت ما تاخرت علي، اجاني مشروع ثاني فقلت حروح اعمل هذا المشروع الثاني. حتى لو كان بدك تلبسي بيجامتك وما تعملي ولا شيء غير تقعدي بتختك، اعمليها قد ما كنت حابه ومحروقه لتشوفيه، ولما تكوني معه ما تطولي بالدي، خلي له شيء يضله لوكينج فورورد، يرجع يشوفك يجرب ويضله عم بيحاول يكسبك. ما تغلطي هالغلطه وما تعدي معه وقت كتير، وبنفس الوقت اول ما يتاخر حسسيه انه انت دغري لقيتي مشروع تاني منك فاضيه. برقم 6، بديك تكسري الروتين اللي كنت تعمليه بالفتره السابقه. يعني اذا انت كنت تدقي له مثلا خلينا نحكي كل يوم الصبح بكير، غير الروتين. اذا عم بتدقي له كل يوم الساعه 5 بعد الظهر، غير الروتين. شو ما كان يكون بس لبي غيري، لحتى يبين انه انت في شيء فعليا تغير، لحتى اللاوعي تبعوله ينصدم ويجي الوعي ويركز معك، لانه اللاوعي معود على شيء بدنا نعوده على شيء ثاني تماما. رقم 7، ما تسالي وين هاي العلاقه رايحه، هل انت ناوي على زيجه، شو ناوي، ما بتسالي هالسؤال، لانه اذا انت سالتي هالسؤال معناتها انه انت صرتي موافقه على العلاقه خلاص مش الحال وناطرتيه لحتى هو يقرر. ما بتسالي هالسؤال، العكس تمام، يعني ما بتسأليه، وإذا هو سألك وين هاي العلاقة رايحة بعده بكير، خلينا ننطر بس هاي الفترة تخلص لحتى نعرف إذا أنا وياك ممكن تشتغل بيني وبينك أو لا، وبعدين بنقرر. رقم 8، ما تجربي تجيبي الماضي اللي صار بينك وبينه بوقت الاختفاء، بغض النظر لو كنت بتعرفي ومأكدة إنه هو ظهر مع وحدة تانية، لو كنت أنت حاسة إنه ظهر مع وحدة تانية ما تسأليه، هاي صارت الاكس لانه انتم بلشتوا علاقه جديده وما بهمك الموضوع، واذا هو فتح السيره انت بتغيري القصه. ليه؟ بديه يفكر هو بعقله الايماجينيشن الخيال تبعوله يوسع، يقول ليش ما عم تسالني، معقول تكون هي كمان ظهرت مع حدا تاني بالفتره اللي انا وياها تركنا مع بعض فيها. رقم 9، سؤال احتمال كبير يجي انه انت ما كنت زعلانه انه انا وياك ما كنا مع بعض، معقول هيك كان اخر همك؟ شوفي
مش لهي الدرجة بدك توصلي له فعليا هو اخر همك. ففيك تقولي له شوف انا مقدرة كتير الفترة الماضية ومش معناته انه انا بدي حتى بسبيك انا صارت، بس لانه صار في خلل صار في شيء غلط بيني وبينك، بدي نعرف وين الغلط صار، لانه ما بدي لا ضيع وقتي ولا ضيع لك انت وقتك كمان. وقل لك انه انا ما ضيقت وما زعلت واشتقت لك، اكيد اشتقت لك كتير اكيد. وشوفي بدي اياكي هون الابتسامة تطلع، هذا المحل اللي رحنا عليه انا وياك، كل ما روحي عليه بتذكرك يا الله شو بشتاق لك، شو بشتاق لرفقتي انا وياك، شو بشتاق للضحك تبعولي انا وياك. هون شو عم تعملي؟ عم بترجعي سايكولوجيكلي نفسيا، عم بترجعيه على وقت كان مبسوط انت وياه مع بعض فيه، رقم واحد. رقم اثنين عم بتقولي له انه انت كنت مشتاقتي له، بس مش معناتها انه انت كنت مدمره ومش عارفه تعيشي بلا. حتى لو انت كنت مدمره ومش عارفه تعيشي بلا، التحدي الذهني اذا حس هو هيدا الشيء معناتها انه انت لو شو ما عمل معك رح تضلك قاعده، وما بدك توصلي له هاي الفكره. فبدك توصلي له انه ايه ممكن بكيت مره واثنين، اقول لك لا اكيد بكيت مره واثنين، بس مش معنى هذا الحكي انه انا ما حعرف اعيش بلاك. وبنوصل لرقم 10، مشاعرك. بدي اياكي قبل ما تفوتي تشوفي تحطي مشاعرك كانك حطيتيهم بالترنك تبع السياره، وقفلتي الترنك وفتي لعنده، لانه انت ما بدك مشاعرك ابدا تكون انفولد. حتى لو كنتي انت وياه صار لكم كنتوا 10 سنين مع بعض، رجعنا عم نبلش العلاقه من اول جديد لانه صار في شيء غلط ولازم يرجع يستاهلك من اول جديد. ولحتى انا اكون فولنربل لازم انا اكون بوثق كثير بالشخص الحدي، وانا مأكد انه هذا الشخص اللي انا فعليا بدي اياه، وهو باول فتره منه الشخص اللي انت فعليا مأكده انه بدك اياه. حتى لو كنت مأكده بعقلاتك بدك تغيري المنتل ستيت تبعيتك وتقولي لا انا بدي اجرب واعرف اذا هذا الشخص فعليا خرج انه انا وياه نرجع نكمل مع بعض او لا. هلا كثير منكم كمان بيقول لي انه كارول ما رجع بهي الفتره لفتره 30 يوم على الاقل، هي اقلها 30 يوم. وانتي بتعرفي قديش بدك وقت اكثر او لا. اذا كان رجال عنيد كثير بدك تعطيه وقت اكثر، اذا كان عنده الايجو تبعوله عالي اوفر اعطيه وقت اكثر، ما تجربي تستسلمي. اذا كانت العلاقه بينك وبينه كانت طويله كثير بدها وقت اكثر من مده ال 30 يوم. هلا اذا مرقت هاي الفتره وما دق لك، هل تنسي الموضوع تماما ولا بعد عندك فرصه انك تجربي؟ طبعا بعد في فرصه انك تجربي. شو التصرفات اللي ممكن تتصرفيها لحتى ترجعي تحركي فيه بامل انه يرجع لحياتك؟ هو موضوع حلقتنا اللي جايه. بتمنى انه هاي الحلقه تكون عجبتكم، اذا عجبتكم ما تنسي تعملي لايك، شيرت للصبايا اللي عايزينه، وقولي لي كمان رايك بالكومنت تحت. بحبكم قد الدنيا، بشوفكم نهار الخميس اللي جاي.